بسم الله، لو انا عندي ضغط بالشكل دوت، الماس بتاعه مثلا خليه 800 في 400. اوكي اهو، واجي هنا اقول له انا مش عايز ال 13 الراو، وعندي ضغط تاني بالشكل دوت، تمام، وليكن ده مثلا 1000 في 800، اقول له اوكي وابدا اوصله هنا. طيب عايز ابدا اوصل الاتنين ببعض، فانا عندي هنا من الادوات اللي بتساعد ان انا اجي هنا الاقي عندي fail between two end، اختار واقول له انا عايز الديفولت ماشي، اقول له مثلا من هنا لهنا، هو بقى يبدا يشوف ايه الحلول اللي موجوده ويبدا يقترح علينا. طيب تعالى كده، عندي سوليوشن واحد، سوليوشن بالشكل دوت، سوليوشن اتنين بالشكل دوت، سوليوشن تلاتة بالشكل دوت، فانت شوف ايه الافضل او ايه انا شايف ان ده مثلا افضل، تمام اوكي، فهو يروح موصلهم اوتوماتيك بالشكل دوت، وهيعمل راديوسر لان المقاس ده مختلف عن المقاس دوت. طيب كنترول زد، لو انا عايز اعمل حاجة مرنة اكتر ممكن اجي هنا اقول له انا عايز فيلوس فليكس، واقول له من هنا لهنا، فبيقول لي حدد النقط اللي هو عايز يمشي من خلالها، فبتحدد نقطة وتدوس انتر، فهو يبدأ يرسمها لك بالشكل ده.